نزل فيلم لبناني جديد، ولكل الاشخاص اللي بيحبوا يشجعوا السينما اللبنانيه، خاصه لما بيكون فيلم عنده جوده ولشاب طموح اسمه ميرجان بوشعيا، هو نزل بكل صالات اللبنانيه واسمه فيلم كثير كبير. كان مشروع التقرش تبعه اسمه فيلم كبير، وبس طور الفيلم وعمله على فيلم طويل سميه فيلم كتير كبير. فيلم فعلا في اداء كتير حلو، في نص حلو، في حبكه مهضومه كتير بالصالات، وفي افلام تانية اكيد نزلت جديد بالسينما. If go to prison, it will be all my life. ضمن افلام هالاسبوع فيلم الاكشن اللبناني فيلم كتير كبير مع اناس عادي، وسام فارس، طارق يعقوب، وفؤاد يمين. الاخراج لميرجان بوشعيا، والكتابة لميرجان وألان سعادي، عن ثلاث إخوة عم بيحاولوا يرجعوا يبدوا حياتهم من جديد بعيدا عن عالم المخدرات، ولكن هالشي مش رح يكون سهل أبدا. بدي أعمل فيلم، شو العوز؟ Snow has to pay for what he's done. فيلم المغامرات The Hunger Games Mockingjay Part 2 بنسخة 3D مع جينيفر لورنس وليام هيمسوورث، وهو الرابع بهالسلسلة والأخير للممثل الراحل فيليب سيمور هوفمان. هو من إخراج فرانسيس لورنس اللي أخرج أول ثلاث أجزاء. Welcome to the 76th Hunger Games. والفيلم الرومانسي الفرنسي مونغوا مع فانسان كاسيل وإيمانويل بيركو، عن سيدة بيصير معها حادث تزلج كتير خطير وبتضطر تدخل لمركز تأهيل، وهنيك بتتذكر علاقة حب قديمة. ضيفتنا اليوم بالاستوديو رح تخبرنا عن اشغال كثير مهمه ويدويه عم يشتغلوها نساء، كمان عم بيكونوا للاسف عم بيكونوا كثير لاجئات بلبنان، وايضا نساء ريفيات بلبنان بمؤسسه عمل اللي تاسست 79 لحتى تساعد كل هالاشخاص اللي هن بامس الحاجه لحتى يقدروا يعيشوا ويعيلوا عائلاتهم. اليوم معنا زينه مهنا، وهي منسقه مشاريع حقوق الانسان بمؤسسه عمل. زينه صباح الخير. صباح الخير. واليوم هيك بفرحنا لما واحد يشوف اشغال هالسيدات قدامنا على الهواء، انما قبل ما نتعرف عليهم شخصيا ونشوف مين هن هالسيدات اللي عم يشتغلوا عليهم وكيف عم بيتم العمل بهالمشغل، بدنا نتعرف اكثر على مؤسسه عامل وعملها على الاراضي اللبنانيه. شكرا هيدا الاستضافه والتضويه على هيدا الشغل اللي عم يصير. صراحه نحن كمان بفرحنا كثير وقتها نشوف هالنساء تغيرت حياتهم، نشوف صار في عندهم ضحكه على وجههم. هو صراحة مؤسسة عامل مثل ما قلت تأسست ب 79، وكان الهدف الأساسي هي خدمة الإنسان، يعني مؤسسة عامل غير حكومية ولا طائفية، وهذا الشيء بلبنان منه كتير سهل. يعني نحن لنضلنا نخدم كل الأشخاص بمعزل عن انتمائهم السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي أو جنسيتهم، منه شيء سهل عم يصير. وصراحة نحن العامل تأسست بالحرب الأهلية وقتها كان في حاجة للاستجابة للطوارئ، فكنا نعمل إغاثة، كان موضوع أكثر طبي. وقتها خلصت الحرب الأهلية ما عاد في حاجة، وانتقلنا للتنمية المستدامة. نعم. والتمكين، واللي صار في كتير بناء قدرات، ورجعنا نقلنا على ثقافة حقوق الإنسان اللي هي أساسية نحن لتأمين الحقوق. فعامل قدرنا نحن بال 2010 نسجلها، صارت عالميه، صار عندنا ستاتيو عالمي. والشعارنا الاساسي هو تفكير ايجابي وتفاؤل مستمر. نعم. نحن دائما انه اذا عندنا امل، نحن عندنا امل بالتغيير. يعني عم نشوف شو عم يصير بالمنطقه وشو صحيح. يعني المآسي، وهلا كمان اللي صار مؤخرا، فدائما لازم يكون عندنا فسحه امل، ودائما نحن قادرين يعني بامكانيات كثير ضئيله نعمل تغيير. صحيح. ونحن بنتبع ثلاث ميمات، اللي هو اذا كان عندنا مبدا موقف ممارسه، اذا عندنا مبدا معين نحن قادرين بشغلنا نقدر نعمل فرق على الارض. صحيح. واكيد يعني الموضوع الانساني منه موضوع سهل، انه بده الواحد كمان يعمله بطريقه محايده. ونحن بندعي لثلاث اشياء، اللي هن توزيع عادل للثروات بالعالم، بناء مجتمع قانون مبني على المساواه اللي هو نحن كثير طالبين بحاجه له، ومقاومه الاستعمار الجديد. فهو القصص نحن دائما بعامل نحاول نعمله، يعني حتى بالمحافل الدوليه بنطلع وبنحكي بطريقه انه اهميه انه يكون العمل الانساني بطريقه محايده بس للانسان، مش باسباب سياسيه او ثقافيه او لمطامع معينه. وعامل نحن بنشتغل بتسع برامج. وهول التسع برامج هن دعم اللاجئات، اللي هو بتعرفي مرق علينا نحن كثير هلا، العراقيين والسوريين والسودانيين الى اخره، دعم عمليات المنازل وضحايا الاتجار بالبشر. نعم. الجهوزيه والاستجابه للطوارئ، حمايه الطفوله والتعليم، تنميه المستدامه، تنميه الريف والجندره، تمكين الشباب، وبيت عامل حقوق الانسان. فبنحاول نحن في 24 مركز بلبنان وست عيادات نقاله،
بنحاول قد ما فينا ان يعني عبر الخدمات اللي احنا عم نقدمها انه نوصل للمجتمع ونمكن هيدي النساء والاشخاص الاكثر عرضه بالمناطق النائيه. صحيح، هلا انتم مركزكم الرئيسي ببيروت. مزبوط. وكيف عم بيتم التعاطي مع كل هالمناطق لتغطيه احتياجات المناطق الريفيه؟ اوقات بتكون بعيده، اوقات في صعوبه للوصول لها، وكمان بالنسبه للاجئين واللاجئات اللي عم تتطرقوا لهم او اللي عم تتعاملوا معهم بشكل مباشر، كيف عم بيتم التواصل او عم بيكون في شبكه معهم كلهم؟ هلا الشيء الفريد بعامل اللي هو يعني اذا بتنزل بتشوفي عامل عمره هلا تقريبا صار 36 سنه، في عن جد اشخاص صار لهم 30 سنه ومن تاسيس، فهيدا ثروه لعامل انه الاشخاص ملتزمين بالقضيه. والتنسيق بصير اكيد عبر المركز الرئيسي وبنسق مع المراكز. بس في لمركزيه اداريه بتسمح لهيدا الشيء الشغل اللي عم يصير، يعني كل مركز، يعني احنا بنقول نحن مش مثل ماكدونالد نفس الخدمات بنقدمها بكل المحلات. كل منطقه لها يعني حتى لها خصوصيتها، يعني كل منطقه عندها حاجاتها، كل منطقه عندها تاريخها، عندها تركيبه المجتمع تبعيتها، ما فيك تعطي نفس الخدمات بكل محل. فوجود الاشخاص المختصين بالمنطقه وهن عندهم الشبكات هن اللي بيسمحوا، يعني احنا من المركز الرئيسي مرات بنقول لهم بدنا نعمل حلقه عن الى اخره، بتلاقيهم دغري امنوا ل 20 30 حدا يحضر، نسألهم انه كيف قدرتوا. في تواصل مستمر عم يصير مع المجتمع، هن بيعرفوا المفاتيح كيف يستقطبوا العالم، وبتلاقي صراحه استجابه كثير كبيره من النساء، لانه بالمناطق النائيه النساء ما كثير بيشتغلوا، فوقت تجرين على مواضيع توعيه ومواضيع تمكين كثير بهمهم. بس اكيد نحن بنعرف انه في صعوبه مرات يجوا على السنتر لاسباب زوجهم ما بيسمح لهم او ما قادرين يتركوا عائلتهم. صح، اولادهم بيجوا بعد الظهر، فمرات نحن في سيشنز بنعملهم، في حلقات بنعملهم بالبيوت عندهم، فمنشوف شو هن الوسائل اللي بتوصلنا لنتائج وبنحاول نمشي، يعني في مرونه بالتعاطي تخلينا نوصل نحن لهدفنا المرجو. اكيد. وهون كمان بالنسبه للمشغل، يعني كيف عم بيتم جمع هالطاقات اللي عم بيكونوا بالاول مثل ما بيقولوا ما عندهم مهارات، انما عم بيتحولوا لطاقات منتجه، هن عم بيقدروا من خلالها يعيلوا عائلاتهم ويصيروا مستقلات، وايضا يحسوا حالهم قادرين يكونوا اشخاص فعالين بالمجتمع، كيف عم تجمعون لحتى يقدروا يشتغلوا بهالمشغل لحتى يطلع هالشغل الحلو مزبوط قدامنا؟ هلا هو مزبوط، يعني كنا حابين نجيب اكثر بس بعرف استوديو يحمل. بس قول هدول نماذج كثير حلوه اوريدي. مزبوط، وان شاء الله يعني اللي بحب يشرفنا على المحل. نحن بال 2012 في مشروع بلشناه لتمكين النساء، وهو هدفه كان الاساس المساواه بين الجنسين. ونحن بنعرف انه النساء هن الحلقه من الحلقات الضعيفه بالمجتمع للاسف، مثل النساء والاطفال او المسنين اخره، وخصوصي وقت يكون في نزوح، يعني كمان بنشوف النساء اللي كمان بتخضع للنزوح قديش بيكون عندها في عبء زياده، يعني هلا مثلا بموضوع السوريات ما في أزمة من وقت رواندا لهلأ طالت بهيدي المدة الزمنية. صحيح. فبطلنا نحن عم نحكي بطوارئ، صرنا عم نحكي بتنمية على الأمل الطويل. فنحن عبر مشروع دعم النساء الريفيات واللاجئات جمعنا هذه النساء وبلشنا معهم دورات، وكان في اكثر من 700 مستفيده من 2012 لهلا. وكان عبر اول شيء تمكين ثقه بنفسهم، لانه كثير مهم هن يكونوا مرتاحين مع حالهم، التسويق وكيف انشاء التعاونيه تبعولهم وكيف يعملوا هن لاين لهم، يعني في منهم سجلون عالميا انه هذا صار المنتوج لهم. فهيدا كان كله البروسيس المسار التمكين لهم. وطلعنا هلا في نحن وفتحنا لهم محل اللي هو تحت مبنى مؤسسة التعامل الرئيسي على جسر سليم سليم من اخره من ميلة الكولا. المحل مفتوح كل يوم من 10 للـ5، وكل البيع بيرجع ريع لهم كرمال تمكين لهم. بنعرف انه هاي النساء يعني نحن يمكن نلاقيهم هذا موضوع كتير بسيط، بس عن جد هن ممكن يدعموا عائلاتهم بشكل كتير مهم. ايه، وهيدا فعلا اساسي جدا، يعني لانه واحد لما بيكون عم بيحس انه في كمان هالمساعده الكبيره مردوده، يعني الابتسامه، ولما بتشعروا انه فيها الاكتفاء صار الذاتي لهم، هيدا الشيء لحاله بيفرحكم وبيعطيكم هيك انتم كمان الحافز الاكثر لتكفوا معهم. خلينا بلش نشرح عن اشغالهم، لانه مثل ما ذكرتي موجودين هن بمركزكم او تحت مركزكم على جسر سليم سليم. اسمهم منا، هون عم نشوف او منا نحن
منا يعني. المحل اسمه منا، هو يعني منا منا نحن، وبنفس الوقت منا هي اختصار لمنتوجات نصنعها بايدينا. هي. فهلا صراحه نحن جبنا الاكسسوار اليوم، بس هو كمان في منتوجات اكل، في موني، في موني، وفي كمان طلبات كيترينج اذا حدا عنده شيء مناسبه عم يعمل اشياء كثير طيبه. نحن رقمنا 01 رقم المحل 317 296. قول منيح عم بيقطع كمان قدامنا هلا لكل اللي حابين يتواصلوا معكم. فبيحبوا اذا بيحبوا يدعموا المستفيدات اللي هن لبنانيات موجودين بالريف وعندهم امكانيات ضئيله، او لاجئات سوريات او عراقيات او سودانيات او نساء تانية مرقت، وكمان عاملات منازل، يعني كل الفئات اللي محرومه. وبنعرف نحن بلبنان وكمان بالعالم العربي في كتير عنف منزلي، يعني صحيح. هذا ما بينحكى عنه، بس في ارقام كتير كتير عاليه، ان كان يعني بيمرق نحن معنا اكيد ضمن السريه، بس في كتير اشكال العنف عديده، يعني نحن بنعرف العنف اللي عم يصير. هيدا الأشغال هي منفس إلهم لدعمهم، لتكوين زيتهم، ليعبروا عن حالهم. ومرات وقت المرأة تصير فعلة ببيتها وتقدر تفوت شوية مصاري، هيدا بخليها تواجه هي الحالات العنف اللي عم تعيشها، يعطيها استقلالية كمان لإلها. خلينا نشرح شوي عنهم زينة. هلأ هني بيعملوا، إحنا مثل ما حكينا في 130 مرأة، فكل مرأة عندها اللاين تبعيتها. فإذا مع مثل ما عم نشوف إنه في كتير أشياء مختلفة، ففي مثل هون مثلا الرسم على الزجاج، هون في عنا كمان حلقات إعادة تدوير، فهولي معمولين هذا فلوبي ديسك محطوط عليه مثل نابكن ومسكر، ويستعمل هني ككوستر تحت الكباية. صحيح، يعني هون الأب سايكلينج على الآخر. هولي وراق جرايد كمان كوسترز. هون عم ينعمل فيه تطريز بالكروشيه، وفي منهم عم ينعملوا في اشياء على عالم لبنان كمان، احنا بنستفيد بنعمله لبرا. مؤسسة عمل كمان عندها هيدا تعاونية قديمة اللي هي الصابون تبع في بقبل السقي، كمان لدعم النساء. وصراحة مع الوقت صرنا كمان عم نشوف نساء عم يفتحوا شغل لحالهم، صار عندهم استقلالية، فهذا كتير بفرحنا. صحيح. في موني، في بيعملوا سماء، بيعملوا هون عم نشوف صابون كمان بس على أشكال كتير مهضومة، مختلفة، هاي بتنحط بالحمام. شوفوا شو مهضوم هيدا، كتير مهضوم، يعمل ريحة حلوة. حبيته كتير هيدا، مهضوم كتير. في هون اكسسوار هيدا الكوبر كولكشن النحاس كمان عم نعمله، لانه كمان بدنا نحاول في مثل لائم العصر يعني ومتطلبات هلا الموضه جديده. في الكروشيه عم نعمله كمان بالحلق، وبالعقوده كمان، والعقوده، وفي فخار كمان عم يشتغلوا بالفخار. وهيدا اكيد غير الاكل، ما قدرنا نجيب الاكل، بس اكيد في مربيات، في كعك بيعملوه، في السماء، الزعتر، اللي هو كله شغل ايد، يعني هذا نحن التركيز الاساسي انه كله اورجانيك، شغل ايد، وبيوصل لعند صراحه انه عم يجينا مرات مثلا بيعملوا مربى التين بيكون كثير مميز، بيجي اوردرات كبيره. فاكيد يعني نحن بنشجع الكل يشرف لعنا، يتصل فينا، لانه والخاتم اللي انت لابستيه كمان من شغله، اللي لابسته من عندهم. فهيدا الشغل بإيجاز، بس الصراحة يعني الحكي قليل وقتا نحن نسمع النساء قديش تحسي انه بتقول لك تغيرت حياتي، انه شكرا كثير لهيدي الفرصه، لانه يعني نحن الشيء اللي بنشوفه على سكيل كثير صغير عندهم عم يفرق كثير بحياتهم. اكيد بالتمكين. وهيدا كمان هون الجزدين عم نشوفه هنيك كمان، هذا شغلهم، وهيدا الجزدين كمان شغلهم. صحيح. هو في وحدة من المنتوجات اسمها من هي، كمان هي بلشت مع اللاجئات العراقيات والسوريات اول شيء، وبعدين كبر المحل صار هلا منا في بقلبه 130 لاين. وكمان هون اذا حابين يعملوا كيترينج اكل كله بيتم اتصال فيكم على المركز، على الرقم اللي شفناه قبل شوي على الشاشه، او بيقطعوا لعندكم على المحل. مزبوط. على جسر سليم سليم. كمان هون في مشاريع دائما مستمره، يعني عم بيكون في غير المنتوجات السيدات وكمان الاطعمه الغذائيه يعني مثل الموني وغيرها، عم دائما عم تروحوا لعندهم وتعملوا مثل ما قلتي دورات تدريبيه بالبيوت. قديش عم بيتم كمان التعامل معها السيدات والتجاوب معهم كمان؟ هلا بطريقه شغل مؤسسه عامل نحن دائما نعرف انه مرات ممكن نامن مشروع مثل هذا المشروع، تامن من الامم المتحده. بس نحن دائما بنشوف انه هذا المشروع ما بيخلص بامد 3 سنين، هذا لازم يستديم. اذا نحن ما قدرنا نامن له الاستدامه في مشكله، لانه بيكون في حاجه على الارض، ما فيك تشتغلي مع نساء بعدين تقولي لهم باي باي سكرنا خلص مش الحال. فنحن كثير بنركز على اهميه الاستدامه واهميه الاستقلاليه على المدى البعيد، فنحن كثير بننبسط وقت نلاقي هذه النساء فتحت هي محلها لحالها وبلش مورد رزق
الحلقه، يعني احنا كثير بشغلنا من مزبوط بنقدم كثير نشاطات طبيه وصحيه وعنا عيادتنا آلة، بس كمان كثير من بهمنا التمكين، ونحن ضد التشاريتي، نحن ضد انه نحن الاحسان انه نحن نشفق على الاشخاص، كل العالم عندها هي كرامتها، نحن كل اللي ممكن بس نقدمه انه نعطيها شويه كفاءات وقدرات حتى هي تقلع بحياتها، يعني حتى بالخدمات اللي بنقدمها بالمراكز الطبيه نحن ضد انه نعطيها مجانيه، بنفضل انه تكون في مساهمه ماديه حتى هو يضل حاسس بكرامته اللي هن كم الف ليره، يعني ما حيعملوا شيء، بس تحسي انه نحن دائما المستفيد عنا اهم من الاشخاص اللي بيشتغلوا بالمركز، لانه هيدي رساله بالاخير، يعني نحن هون لندعم الاشخاص لاقل حظا الموجودين بالمناطق النائيه اللي ما عندها فرص تمكين، صح. وللاسف عم نشوف هلا مش بس بالمنطقه، بالعالم كله عم يصير في تدهور، في وضع اقتصادي صعب، فنحن لازم ندعم. هلا نحن كمان بالموضوع السوري صرنا مقدمين اكثر من 1000 خدمه بمعزل، يعني احنا منا مع او ضد الموضوع السياسي بالنسبه للازمه، يعني احنا بس بنشوف هالشخص عنده حاجه انسانيه بمعزل عن هو وين وضعه، نفس الشيء للموضوع العراقي او السوداني، اللبنانيين واللبنانيات ما لازم ننساهم ابدا، يعني نحن كل مشاريعنا وقت نطبقهم لازم يكون في لبنانيين مستفيدين، والا نحن حنعمل خلل بالمجتمع. صحيح. فاكيد نحن كمان في نشاطات ثانيه مع الاطفال، التعليم، نعرف قد اهميه التعليم بالنسبه للجيل الجديد، تثقيفهم على مبادئ حقوق الانسان، لانه هن التغيير، يعني نحن عم نطالب بالديمقراطيه وبالمساواه، بس هذا ما راح يصير الا اذا الجيل الجديد كان ممكن على المبادئ، اذا ما عززناه بعقولهم. اكيد. شكرا كثير لك كريستيانا، ويعطيكم الف عافيه على هالعمل، لانه في عمل يعني كثير عدة مجالات طبي واجتماعي وصحي، وايضا على صعيد الاشغال اليدويه. رح نتابع بعد لحظات مع شيف ورشه ملح، خليكم معنا. شكرا.